نحن هو مركز شرطة السرائي بالحرة دائما نعمل حملات توعية نشارك فيها الطلاب المدارس، واليوم كان عندنا نشاط لطلاب المدارس، عطيناهم تعليمات ودروس على نظام السير وكيفية التعامل مع السيارات، كيفية تسيير السيارات، عملنا لهم تجربي بعد ما أعطيناهم تعليمات ودروس بسيطة كيفية قانون السير. طلعنا عملنا تجربي بالداخل المدينة على الطرقات، تعلموا شلون مسير السيارات في المدينة، كيفية وقوف السيارات. مدرسة ثانوية 80 سراقي، احنا اليوم طلعنا مشان نساعد الشرطة الحرة، عمل تطوعي مشان نساعد الشرطة الحرة تنظيم السير في الشوارع والأسواق المزدحمة، لأن الشرطة الحرة عم تتعب كثير، مشان نحن نقول لهم انه نحن الشعب كمان معكم.